شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبة وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم في كتابه السالف: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم: ما لذتي إلا رواية مسندي قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ.